البارح بدأت اللجنة تجتمع، اجتمعوا يعني اليوم كاملا، واليوم راهم يكملوا. يعني الاجتماع راح ياخذ وقت، ما راحش يكون في نهار، ما على باليش شحال راح يدوم الاجتماع، لانه هما ملزمين انهم يدرسوا كل الملفات. دوك اللجنه الا حبوا يديروا تقرير خاص بملف او ملفين او ثلاث ملفات يعني اللي وجدوهم يبعثوهم السيد الوزير، راح يكونوا في الايام القادمه، يعني راح تكون سواء الرفض ولا راح يكون منح اعتمادات. احنا كامانه تقنيه يعني وكوزاره كي يكملوا العمل تاعهم يعطيونا التقرير، نشوفوا المضمون تاع التقرير يعني مؤشر عليه من طرف السيد الوزير، هنا نبداو العمل تاعنا، يعني نمدوا اعتمادات ولا نمدوا مراسلات بالرفض. استقبلنا لحد الان 30 ملف، وين عندنا 11 ملف للسيارات السياحيه والنفعيه، وعندنا 10 ملفات لآليات الأشغال العمومية والآليات لوفاجي مانيتونسيون الرفع، وعندنا 9 ملفات للدراجات النارية. تسهيل الأمور ولضبط السوق وحماية حقوق يعني المواطن ولا المستهلك لهذه المركبات، حطينا هذا الشرط انه يكون ممثل واحد لكل علامه، لكن الوكيل يقدر يكون ممثل لعلامتين، يعني الوكيل يقدر ياخذ يكون ممثل لعلامتين مختلفتين فيما يخص السيارات السياحيه والنفعيه، وفيما يخص الالات الاشغال العموميه يقدر يكون ممثل لثلاث علامات. لاحظنا بعض الملفات انه يجي يدفعوا ملفات يسنيو دي كونترا دو كونسيسيون avec des fournisseurs étrangers qui ne sont pas constructeurs. يعني هنا باش نوضحوا برك الامور، يعني كاين اللي يروح يسيني لك avec un concessionnaire واحد اخر في ان اوتر بي يسيني له. هنا القانون واضح يقول لك باللي لا كونسيسيون لازم تتمد من عند لو كونستركتور كونسيدون، يعني لو كونستركتور اللي يصنع ماشي اللي كي كوميرسياليز، لازم يعطيه l'exclusivité de commercialiser la marque ديالو sur le territoire national. من قبل في دفتر الشروط القديم كانوا des exigences de superficie. Donc on exigeait 6400 mètres carrés pour les véhicules de tourisme. يعني tout espace confondu. يعني فيها le showroom, فيها le service après-vente, les lieux de stockage, où on y stocke la pièce détachée, au camel. هنا من بين التسهيلات انه ما فرضناش عليهم مساحات معينه، لكن انه المساحات هذه والبنى التحتيه تكون مناسبه لطبيعه النشاط. احنا اللي نستقبلوا الملفات على الطالبي الاعتمادات، احنا نوجدوا الملفات وحنا اللي نبعثوا المدراء الولائيين باش يديروا لنا الزيارات الميدانيه عند الوكلاء هذوما، يعاودوا يبعثوا لنا لي رابور تاعهم. دونك نوجدوا الملف كاملا نعطيوه لرئيس اللجنه، رئيس اللجنه يدرسوا مع اللجنه نتاعو، اون فوا يدرس الملف نتاعو يعد محضر لاجتماع. يعني هذاك اللجنه درس 3-4-5 ملفات ولا ملف واحد ولا زوج ملفات في النهار ولا في الاجتماع هذاك، يبعث التقرير نتاعو للسيد الوزير، السيد الوزير يبدي الموافقه على محتوى هذاك التقرير، يعني باللي راهو موافق على واش كاين في التقرير في الراي، لانه اللجنه تبدي راي على الملف، يعني رأي بالموافقة أو رأي بعدم الموافقة. الرأي بالموافقة يعني يؤدي إلى منح الاعتماد، الرأي بعدم الموافقة يؤدي إلى رفض الاعتماد. في حالة منح الاعتماد يعني
الوزير سيد الوزير يرجع لنا التقرير هذاك، الأمانة التقنية اللي أنا أشرف عليها، يعني نوجدوا الاعتماد، وفي غضون 24 ساعة إلى 48 ساعة يعني يدي الاعتماد تاعو الوكيل. في حالة الرفض يعني رأي بعدم الموافقة نبعثوا له مراسلة لهذا الوكيل، مراسلة يعني رسمية، نعطيه أسباب الرفض، علاش لي موتيف دو رفو. فوالا، وهنا اللي يتلقى الرفض عنده طريق الطعن. تم إلغاؤها أوتوماتيكيا لأنه الآن المرسوم الجديد لا يحتوي على ترخيص مؤقت. دونك المرسوم القديم كنا نهضروا على ترخيص مؤقت باش يروح pour s'inscrire في لو ريجيستر دو كوميرس، دونك باش يعطوه لو كود داكتيفيتي، ومن بعد بار لا سويت اي ديبوزي ان اوتر دوسي بور لاغريمون ديفينيتيف. دوكا كاين ان سول اغريمون، دونك اي ديبوزي ان سول دوسي بور ان سول اغريمون، يعني هذوك اللي داو التراخيص المؤقته ما عندهمش، يعني كلش سي ار اف ار من البدايه.